السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاخوه الكرام والاحباب مع برنامجكم الاسبوعي فتاوى من ارض الشام في الصحيحين عن معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين عنه صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين مرحبا بكم واهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله بدي اسالك سؤال بعض العلماء حرموا الدخان وبعض العلماء حللوا الدخان هل الدخان حرام ام حلال احسن الحقيقة الآن ما أتوقع هناك من يقول يعني من العلماء أو طلبة العلم يعني المتخصصين أنه الدخان حلال هذا سابقا كان ربما قبل عشرين أو ثلاثين سنة قبل أن يشتهر بين الأطباء من اطباء يعني مسلمين او عرب او غير مسلمين اوروبيين كذا قبل ان يشتهر اي نعم ويجمع الجميع على ان الدخان ضار فلما اجمع الجميع من الاطباء واهل الاختصاص على ان الدخان ضار بالصحه وقد يتسبب بامراض خطيره منها السرطان وما اشبه ذلك فكان الحكم ماذا؟ التحريم وبعضهم يقول بالكراهه الكراهه التحريميه اما الان يعني نقول هناك من يقول انه حلال او مباح ما اتوقع يعني احد يقول بذلك هو الان ما بين المكروه كراهه تحريميه وما بين الحرام يعني حرام قطعي الراجح انه حرام لماذا؟ لانه طالما انه ثبت ضرره فلا يجوز للمسلم عرفنا أن يعني يلحق المرض بهذا الجسد لأن هذا الجسد يعني أمانة أمانة بيده كما أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على ماذا؟ على الانتحار وأن يقتل نفسه وأنه من الكبائر فكذلك لا يجوز للإنسان أن يقدم على طعام مثلا أو شراب إنعم يلحقه الضرر بذلك الله عز وجل قال من المهمات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم غير دعوة الناس إلى عبادة الله وإلى التوحيد وإلى آخره قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل ضار يدخل في جملة الخبائث هذه من ناحية من ناحية ثانية هو داخل في عموم التبذير تبذير الأموال والله عز وجل يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا الدليل الثاني، الدليل الثالث يعني هو داخل أيضا الرائحة الكريهة التي تنبعث منه الانسان بيزعج زوجته بيزعج اولاده اطفاله الصغار بيزعج الناس لو دخل الى المسجد مثلا الى اخره النبي عليه الصلاه والسلام قال في السوم في البصل ماذا قال احاديث كثيره لا يقربن مصلانا اكل الاخبثين او من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين خبثهما في ماذا في الرائحة الكريهة أما هما نافعتان حقيقة الجسد في البصل وفي الثوم كما تعلمون يعني منافع كثيرة منافع كثيرة لكن فقط أمر النبي عليه الصلاة والسلام أثناء أو قبل دخول المسجد ما يأكل الإنسان من الثوم أو البصل فالدخان داخل أيضا في هذه المعضلة أيضا فالراجح أنه حرام الراجح أنه حرام شيخ تعقيبا على السؤال الذي سئل من قبل، الذي يسافر إلى تركيا نعم ويعمل هناك أو يعني يسعى لي أن يأخذ إقامة وما إلى ذلك، كما هو كمن سافر إلى البلاد الأوروبية؟ هلا هم أخي الكريم يعني كل من خرج من أرض الشام من هذه المناطق المحررة الى بلاد مجاوره او بلاد بعيده اشتركوا في ترك الجهاد الان اشتركوا في موبقه الا من كان معذورا طبعا في استثناءات في ناس لهم احوال في ناس يعملون يعني بدعم الثوره ولا بامور اخرى ولا طبابه ولا ما اشبه ذلك قد يضطر الانسان إن للخروج لكن ما ينوي الإقامة دائما وألا يعود حتى تنتهي الحرب وتضع الحرب أوزارها إلى آخره فهذا الممنوع عندنا موبقة أخرى قد تترتب أو يكون هناك الأمر أسوأ كما قلنا أنه بلاد السويد وبلاد النمسا وكذا أسوأ من تركيا بالنسبة للفسق والفجور والفساد كذا فبيترتب معصية ثانية أيضا هناك والله تعالى أعلم شيخ بعض الطلاب يعني اخوه وشباب عندهم جامعات نعم التدريس هنا كما نعلم يعني التدريس هنا كما كما نعلم انه يعني يعني ما هو بالمستوى المرتجى فيتابعون دراستهم في في اراضي النظام يعني هل هذا جائز الاصل ان يكون هناك يعني مقاطعه للنظام بكل معنى المقاطعه يعني مقاطعه سياسيه، نحن في حرب مع النظام حرب شامله اقتصاديه حلو وحتى الاعتراف بهذا النظام مثلا، فهؤلاء الذين يذهبون الى مدارسه او الى جامعاته الى اخره، هذا اعتراف منهم بهذا النظام وتقوية لما يعني هناك معاني كثيرة قد ندركها أو لا ندركها بالنسبة لذهاب شباب وفتيات في الجامعات للتزيل عند النظام فالحقيقة ما ما يجوز ما يجوز ذلك طيب سؤال آخر شيخ عندنا لنا أهل يعني ربما يكون أحدنا له أبوان أو أخ أو أخت قد انتقلوا من الأراضي المحررة الى مناطق النظام سكن هناك <applause> يعني ما حكمهم كيف لنا ان نتعامل معهم يعني كيف نعاملهم لا حول ولا قوه أه نسال سؤال أه او نستفسر لماذا رحلوا الى هناك لماذا ربما رحلوا طمعا في وظيفه كي لا تنقطع عليهم وظيفتهم او انهم يعني يرغبون في في العيش في تحت ظل ذاك النظام حسبنا الله ونعم الوكيل هذا الفعل حرام ولا يجوز لكن هو درجات يعني هذا الفعل درجات يعني يدخل من كراهة التحريم إلى التحريم وقد يدخل في مسألة التوحيد والعقيدة إذا ذهب إلى هناك ليكون مع الشبيحة ليكون مع المؤازرين للنظام فمن يتوظف مع النظام إذا كان وظيفة مدنية مثلاً يعني هو مدرس في المدارس العادية الابتدائي ولا الاعدادي وما اشبه ذلك او في امور عادية مثلا هو سمان وخضري وكذا فهذا امره يسير لكن خطا طبعا خاصة قلت انهم كانوا هنا ورحلوا الى هناك لو كانوا هناك في الاصل وما خرجوا الامر اسهل اما من ينضم الى وظيفة او كان في وظيفة هي داعمة لهذا النظام يعني هي المؤسسة العسكرية او تتبع لها المؤسسة الاستخباراتية والأمنية وكذا أو تتبع لها المؤسسة الاقتصادية مثلا أو الإعلامية هو والله كاتب في صحيفة تشرين أو الثورة وما أشبه ذلك كذا فهذا يدخل في الولاء والبراء وكفر وإيمان الحقيقة نعم. سؤال أخير أهل الشام يعني نعم. أهل دمشق أو أهل حمص أو أهل المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة النظام ماذا يتوجب عليهم كأهل سنة وجماعة هل هل يتوجب عليهم أن يرتحلوا إلى المناطق المحررة إذا كانوا يستطيعون ذلك يعني هل واجب عليهم أن أن يتركوا نعم نعم تلك صحيح المناطق الله. الحقيقة هذا الخطاب كان من البدايات حتى يضعف النظام وتفرغ المدن والمناطق الاهله وينتقلوا الى هنا وليكون الشباب من هذه العائلات فيهم شباب مثلا ليكونوا مع الثوار ومع المجاهدين فمن بقي الى الان لن يستمع لي او لك من اجل فتوى نقول حرام ان تبقوا في ارض النظام او مع النظام. لن يستجيبوا الحقيقه هؤلاء خلاص يعني قرروا واتخذوا قرارهم ان يبقوا مع النظام على الاقل نقول لهم اذا كان عندكم يعني من الشباب اياكم ان يلتحقوا بالجيش باي طريقه فاذا علمتم ايها الناس في المناطق التي يسيطر عليها النظام ان النظام قد يعني يطلب من ابنائكم او اولادكم الالتحاق بالجيش أو اللجان الشعبية وما أشبه ذلك فحرام ثم حرام أن يبقى ولدكم في تلك المناطق ويكون مع النظام أو شبيحته عليه أن يغادر بأي طريقة عليه أن يغادر بأي طريقة نسمع كثير من الناس اللي طلعوا على وغبنا فبيقولوا نحن نصلي افضل مما كنا نصلي عند النظام ونحن نصوم وياتينا رئيس وزراء كندا ويهنئنا في عيدنا ويدعم المسلمين ويدافع عن المسلمين وكذلك بعض المسلمين الموجودين عند النظام يقولوا نحن نصلي جماعه ولا احد يكلمنا ابدا فالسؤال هنا لماذا يحاربون هنا <applause> لماذا هم هنا يمنعون من ديننا يعني شو هن غايتهم من هذا اذا عم يطبق الدين في دول اوروبا التي تقاتلنا. لا الحقيقه هناك في بلاد اوروبا ما في تطبيق للدين معنى اقامه الشريعه ولا الاحكام الشرعيه ولا حتى الشعائر الظاهره لكن مسموح والله اعلم كما ذكرت اخي الكريم بمساله العبادات الفرديه او الخاصه بالانسان من صلاه وصوم وزكاه وحج وما اشبه ذلك، حتى بالنسبه للحى مثلا كذا مسموح عندهم، عندهم مشكله في مساله النقاب او ستر الوجه تقريبا، لكن ما عندهم مشكله اتوقع في نعم خمار الراس. هلا في عندنا امر اخر، قلنا هؤلاء انهم تركوا هذه المناطق تركين لفريضه من الفرائض الا وهي الجهاد في سبيل الله. الامر الثاني ما يخشى عليهم هؤلاء، قل هذا الاب يصلي والام تصلي، لكن بالنسبه لابنائها او بناتها يعني في سن 13 و14 و15 مثلا او اكثر قليل ما حالهم؟ ما حالهم؟ فهناك كما سمعنا قضيه توقيع على مساله الاندماج او الانخراط في تلك المجتمعات يعني اذا ابنك او بنتك دعا صديقه او زميله او زميلته من هي الالمانيه ولا السويديه ولا الكذا حتى يروح على مسبح وعورات وما اشبه ذلك اي نعم فما بتستطيع أن تمنعه إلا إذا هو ابنك بار فيك وبيسايرك وبيسمع كلمتك يا ولدي لا تروح فهو من عنده خلاص ما بده يروح أما إذا بيصر الولد أنه بده يروح واشتكى عليك فهناك كما ذكر لنا وهذا متواتر يأخذون عليك تعهد أول مرة لا تمنع ولدك من أي ممارسة يريدها يروح إلى مسابح عرات يروح إلى حمامات عرات بده يروح يزني بده يعشق بالكذا المرة الثانية يوضع في السجن الأب أو الأم من يمنع هذا الغلام أو هذه الجارية أو البنت لذلك نخشى من هذه المفاسد إضافة لتركهم لفريضة الجهاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الكريم شيخ الكريم ايمت يقع الحكم على شخص بانه مرتد في وقتنا هذا لاني عم نشوف كثير احكام على اخواننا يعني انه شخص فلان مرتد يعني هالشيء كثير بهذا الوقت يعني نعم ومب أنه الشخص انه بيصلي بس فجاه بيطلع انه بيحكم عليه انه مرتد طيب بس بينا ما هو حكم المرتد وكيف تثبت انه هو مرتد يعني بس نعم الأصل عندنا الإنسان يدخل هذا الدين من خلال الشهادتين وما تتضمنه الشهادتان، عرفناه؟ فمثلاً الإنسان طالما أنه مسلم أو دخل في هذا الدين فلا يحكم بردته أو بالخروج من هذا الدين إلا أن يأتي بناقض من نواقض هذا الإسلام وهذا الدين فمثلا أصول الإيمان بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل قال فأخبرني عن الإيمان قال شو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر شايف خيره وشره يعني من الله تعالى هذه أصول الإيمان وأركان الإسلام عرفنا فعندنا أصول الإيمان وأركان الإسلام فمن أخل بواحدة منها مثلاً طبعا يخرج من ملية الاسلام، لو واحد قال والله الصلاة فريضة حلو، وإنما إذا واحد حب يصلي أو ما حب يصلي يعني الأمر له، أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو خلط في أمور العقيدة والتوحيد أو أنكر شيئا من القرآن الكريم آية أو سورة أو ما أشبه ذلك، فما في خلاف عند أهل السنة والجماعة أنه وقع في ناقض من نواقض الاسلام عرفنا وارتد عن الإسلام لكن هذا الذي أتى بناقض من نواقض الإسلام لا يقتل مباشرة كما يظن الكثير من الناس وإنما يستتاب يقولون تعال هكذا طريق الفقهاء يستتاب ماذا تعال أنت لماذا يعني أتيت بهذا الناقض لماذا أنكرت الآية الفلانية أو السورة أو الفريضة الفلانية فيجيب والله قرات لفلان وقرات لفلان وهذا العلماني وهذا الماسوني وهذا كذا كذا فأهل العلم قالوا يأتي بعالم او بطالب علم متقدم ويكشف شبهته ويوضح له المسأله و وإلى آخره يقيم عليه الحجه يعني لو اصر بعد ذلك عند ذلك يقتل لكن ما احد يصر وبيعرف حاله بده يقتل إيه هذه الأيام الحقيقه عندنا مسائل اللي كثر فيها الحكم على الناس بالرده مثلا مساله الموالاه الولاء والبراء، الموالاه للكفار. فمساله مثلا المخبر الذي يقال له المخبر او الجاسوس او من يتعاون مع النظام باي نوع من التعاون. حلو؟ فالكثير من الشيوخ الجهاد الان فيحكمون مباشره. على أن كل ما يتعاون مع النظام مع مؤسسات كما قلنا العسكرية والسياسية الإعلامية والاقتصادية وإلى آخره فيقع في ناقض من نواقض الإسلام هي مسألة الولاء والبراء أنه يتولى الكافرين يؤازرهم يساعدهم فيحكمون بكفره أو ردته وآخرون ينظرون إلى هذا التعاون الذي فلان من الناس عرفناه يعني يتعاون مع مناطق النظام، والله واحد بيهرب لون سكر مثلا لنقل، حلو، او نفط مثلا، بنزين او مازوت او غير ذلك، لماذا يهرب؟ والله هو عم يعني يبيع يعني عم يتاجر وعم يعني يهرب مو مباشرة لمؤسسة عسكرية للناس هم في مناطق النظام، وربما الكثير منهم في الأصل هم من أهل السنة والجماعة. فهذا طالما انه من اجل كسب وكذا ومو متعامل كما قلنا مع مؤسسه عسكريه، مؤسسه امنيه والى اخره. اي هي من المؤسسات المحاربه للاسلام والمسلمين فما يقع في الرده وقس على ذلك، اذا هناك لابد من ضوابط اخي الكريم، لابد من ضوابط لذلك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. آه شيخي الان في عندنا خاطب ومخطوب كمثال يكتب م. كتاب شرعي دون ان يدخل بها. حلو. توفى الخاطب. نعم. توفاه الله. نعم. هل يجب على المخطوبه عدة شرعي؟ سؤال وجيه مهم آه مجرد ان الشاب عقد على الفتاه سواء مكتوبا أو حتى شفهيا لكن توفرت اركان العقد. الأربعة أركان العقد عقد النكاح أو الزواج أربعة إيجاب وقبول من الطرفين حلو وولي الفتاة عند الجمهور أيضا من الأركان العقد أنا مع شاهدين يشهدان على هذا العقد فإذا تم هذا العقد هذا اسمه مو خاطب مخطوب هذا اسمه زوج شرعا ما بقي له إلا شو مسألة الزفاف والدخول أما هو زوج شرعا عندنا مسألة تلتبس على بعض الإخوة من طلبة العلم المبتدئين ما هي الفرق بين الشاب بعد أن عقد إنعام توفي أو استشهد أو بعد أن عقد طلق زوجته قبل المسيس وقبل الخلوة الصحيحة فإذا كان مسألة أنه عقد عليها ثم قبل الخلوة الصحيحة أو قبل الزفاف يعني يوم الزفاف طلقها فما تستحق كامل المهر وانما نصف المهر كما قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه يعني سميتم مهرا والان المعجل والمؤجل محسوب كله مهر واحد مهر واحد مسمى واحد وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم يعني 500 معجل و500 مؤخر وهو طلقها طلاق تعسفي بأي سبب بدون اي سبب عرفنا تستحق كم؟ ألف نصف المسمى كاملا هذا في مسألة الطلاق وطبعا ما في عليها عدة الآن ما في عليها عدة الآية في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، قبل الجماع يعني، فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن يعني بشيء من المال عرفنا واللباس والكذا وسرحوهن سراحا جميلا. اما بالنسبه لقضيه الوفاه اذا الواحد عقد الان على هذه الفتاه او هذه المراه وما لمس يدها ولا البسها خاتم ولا شيء. بعد ساعه او ساعتين او يوم او يومين الله عز وجل كتب عليه الموت بجهاد او بغير جهاد فلا خلاف بين اهل العلم انها تستحق المهرين معجل ومؤجل واكثر من ذلك تستحق الميراث ايضا تستحق الميراث فاذا ما كان عنده اولاد ولا زوجه اخرى لها الربع عرفنا ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. شايف اخي؟ فعليها العده ايضا، اربعه اشهر وعشره. اذا هناك فرق بين واحد يعقد على فلانه امراه ثم يموت كما قلنا ولو بعد ساعه او ساعتين او يوم او يومين، كما لو انها حتى نسهل على الناس تستحق كل الأمور المالية وهي يجب عليها العدة كما لو أنه تزوجها قبل خمسين سنة حلو كأنه متزوجها من, من خمسين سنة كل أحكام الزوجة يعني أو الزوجية نعم تلتزم بها أما في مسألة الطلاق كما قلنا قبل المسيس أو الخلوة الصحيحة فنصف المهر وما في عليها عدة ما في عليها عدة والله تعالى أعلم وإياك يا شيخ السلام عليكم عليكم السلام اخت مجاهدة بده يكون مع محرم الا لا قاعد اخت مجاهد اخت اخت مجاهدي. مجاهدة 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 يكون مع محرم الا ما بده إيه وضح السؤال لو سمحت هي مهاجرة او هي يعني تكون في ادلب مثلا لكن اصلا من دمشق او حمص او كذا وضح هي من سمحت. بلاد الشام ايوه وعم سبيل الله بدها محرم معها الا لا يعني هذا ربما تقصد امراه من حمص او من حماة او من دمشق تريد ان تترك اماكن النظام او مناطق النظام ربما تاتي الى المناطق المحرره لتكون مع المجاهدين نعم. والثوار والمجاهدات والسائرات الى اخر صح؟ نعم. إيه طبعا مسألة السفر لا بد للمرأة أن تخرج ومعها محرم أما أن تسافر المرأة وحدها من مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى منطقة وخاصة في هذه الأيام مع عدم الأمن ومع الخطف وإلى آخره فمن باب أولى أنها بحاجة لمحرم يخرج معها الحديث في الكتب الستة من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأتين تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة في رواية يومين وليلتين في رواية ثلاثة أيام بلياليها إلا ومعها رجل محرم أو معزي محرم منها يعني فما بيجوز تخرج وحدها أخي الكريم في سؤال ثاني شيخ نعم إذا امرأة توفت وعندها أولاد بيورثوا من عند أهلها؟ والاب عايش ابو الاولاد عايش لا ابو وضح الام عايش نعم ابو الام عايش وماتت وعنده اولاد بيورثوا من جد لا يرثون الام امهم هي التي ترث من ابيها فاذا ماتت الام انقطع الميراث يعني الاحفاد يحجبون بمن بالاعمام او الاخوال لهم يعني انه هذا الاب هذا الاب الجد لهم الان عنده اولاد فالقاعده المعروفه الاعلى يحجب شو؟ الادنى او الابعد حتى هذه تكون في الرجال او الشباب اكثر انه الرجل وعنده اولاد ذكور منيح احد هؤلاء الاولاد الذكور متزوج هو اطفال ومات فلا فهل لهؤلاء الاحفاد ميراث من جدهم؟ الجواب لا عند الأئمة الأربعة والجماهير ما في ميراث لكن عندنا وصية عندنا مسألة الوصية على هذا الجد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يضوع هؤلاء الأحفاد أولاد ولده عليه أن يوصي لهم عليه أن يوصي لهم وبعض أهل العلم أوجب ذلك ابن حزم الظاهر طائفة قالوا بالوصية الواجبة يرثون هؤلاء الأحفاد لكن الحقيقة كما قلنا مو واجب شرعي عند الجماهير ولكن من باب الإحسان أن يعني يوصي هذا الجد لهؤلاء الأحفاد الله يبارك فيك إخواني أخواتي في الختام لا يسعنا وبعد شكر الله سبحانه وتعالى إلا أن نشكر لكم متابعتكم وإصغاءكم بارك الله فينا وفيكم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته